السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أيامكم الجميلة في مصر. بالمصادفة يعني العجيبة إن ربنا سبحانه وتعالى قادني أنا وزوجتي إلى مشهد مهيب جدا، عبارة عن طابور من النمل في البلكونة ماشي في خط صاعد إلى بلكونة جاري اللي فوق. طبعا يعني نمل وما جارش ما شدش اهتمامنا، ولكن زوجتي نبهتني الحاجة إن في كل مسافة من المسيرة دي بتلاقي مجموعة من النمل متكومين متجمعين في مكان واحد على حاجة سودة غير معروف. أنا قلت لها احتمال النمل يكون شايل مثلا ضحية صرصار، رجل صرصار، رجل دبانة، ولكن هي قالت لي لا، دي حاجة غير لجناح نملة ولا نجناح صرصار، بحلق فيها كده. فمسكت المكبر في الموبايل بتاعها، في مكبر، قعدت كبرت المشهد فهالاني ما رأيت. فسبحان الله العظيم، سبحان الله الخالق البارئ المصور. لقيت نوعين من النمل عمال يبوس بعضه ويطلع، يعني النملة دي تبوس دي ودي تطلع فوق ودي تنزل تحت. فتتبعت المنظر بتاع النمل ده والخط ده، لقيت شيء عجيب جدا، حبيت اني اشارككم المشهد ده. المشهد ده لن تراه في اي مكان ولا على اي قناة في اليوتيوب ولا التيك توك ولا الصحافة ولا الاعلام ولا حاجة. لقيت ان ده جدير جدا انك انت حضرتك تشوفه وتسبح الله سبحانه وتعالى. طبعا مش هفكر حضراتكم ان انا محتاج ان انتوا تضغطوا على لايك، وان محتاج ان انتوا تشتركوا في القناة، انكم تنشروا الفيديو الرائع الجميل ده اللي مش ممكن ابدا، وانا واثق من هذا الكلام انكم تشوفوه في اي قناة في اي حاجة. لان انا بعد ما صورت المشهد المهيب لمسيرة ملكة النمل اختفت المسيرة دي من على الحائط عندي، وأكيد مش هتتكرر ولا هتظهر في أي مكان. أسيبكم علشان تستمتعوا بهذا المنظر الرائع. صدق أو لا تصدق، ملكة النمل في موكبها الملكي، فيديو لن تراه في أي قناة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا النمل في حالة نشاط شديد زي ما حضراتكم وبيبوسوا بعض وبيكلموا بعض بلغة سبحان الله الذي يعلم السر وأخفى. اليوم بيتجمعوا في أماكن يمشي فيه، وإيه ده هما بيبوسوا أو يشوفوه؟ شايف حضرتك؟ طبعا عشان سرعة النمل قادر اركز انا الكاميرا عليه بالظبط، بس انا بحاول ان انا اجيب الخط بتاع النمل ده.
تحليل ضخم جدا، وهي ليها قرون استشعار ورجلين رفيعة خالص، وبتحاول انها تتسلق الحائط وتمشي بنفس الطريق، ولكن نظرا للثقل وللنحم فالنمل بيساعدها، اللي بيزق رجلين والرجلين، اللي بيشايل حمل تقيل ورا ده. مطلوب طبعا من الناس المتخصصين في الخطرات
قناة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.